جاي اتبرع عشان مش عايز حد تاني يعيش نفس التفاصيل اللي انا عشتها، المأساة، والدي كنت تعبان خايف عليه، حاسس ان الحاجة بتروح منه، تعب ويزيد، هو مش قادر يعمل له حاجة. الكلام ده يعني لو انا قدرت ان انا اتبرع لواحد ما يعيش نفس المأساة دي تاني، ده شيء كويس جدا. بعض المرضى بيبقى جهازهم المناعي بيطلع أجسام مضادة بنسبة وكفاءة مش قادرة تقدر تهاجم الفيروس وتقضي عليه، فدول بيبقوا محتاجين سبورت. السبورت ده بيتنقل لهم عن طريق نقل بلازما من متعافين فيها أجسام مضادة بنسبة وكفاءة تسمح اللي هي تهاجم الفيروس.